الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه ورفيع مقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالقرار الأخير للسيد رئيس الجمهورية المصدر خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافق ل 1 أكتوبر 2023 والقاضي بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف وكذا دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، حيث تم رصد حوالي 43 مليار دينار جزائري للتكفل بالفلاحين المتضررين على المستوى الوطني. أما بولايتنا ولاية معسكر فقد تم تسليم أكثر من 35,480 قنطار من مختلف البذور مما يعادل أكثر من 168 مليون دينار جزائري، والعملية متواصلة ومتسارعة حفاظا على الموسم الفلاحي قصد تشجيعهم على مواصلة رهان التحقيق الأمن عليها قصد تشجيعهم على مواصلة رهان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، لأن رهان الأمن الغذائي أصبح من صمامات الأمان. القائمين على قطاع الفلاحة المزيد من الجهد واستعمال التقنية الحديثة والدراسة الموضوعية والتقنية لرفع من المردود الفلاحي وترشيد المياه وتدقيق الأرقام كيف تقدر مساحة ولاية معسكر في إنتاج الحبوب ب 141,000 هكتار، وأصبحت اليوم ب 61,300 هكتار فقط، أين ذهبت المساحة الباقية؟ والسؤال يبقى مطروح. وبفعل لا تزال الفلاحة بولاية معسكر في تبعية مفرطة للأمطار رغم كل ما قامت به الدولة من جهد في مجال المياه.